يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نسي وتره من الليل فقضاه في الضحى فهل يجهر بالقراءة؟ نعم، صلاة الليل إذا قضيت في النهار فإنها يجهر فيها بالقراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته وهو أصحاب صلاة الفجر ولم يستيقظوا إلا بحرق الشمس أمر المؤذن فأذن ثم أقام، ثم أمر المؤذن فأذن ثم صلى ركعتي الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام فصلى بأصحابه وجهر بالقراءة، لأن القضاء يقولون القضاء يحكي الأداء. نعم.